ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله تمام. خلينا نبدا على طول لانه ما عندناش وقت نتكلم عن نبدا بالمنتخب الاولمبي. دائما ما هيكون المنتخب الوطني هو في الاخر عشان نكون قربنا من المباراه. تمام. منتخب الوطني الاولمبي سيلاقي منتخب الكاميرون اليوم. التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون وايضا طريقه لعب المنتخب الكاميروني. تمام. يمكن منتخب الكاميرون طبعا بيدربه مسونج اللاعب اللي كان مدافع الكاميرون الشهير. انا بتفائل بيه عموما. هم بيلعبوا 4-3-3 او 4-3-2-1. في حراسه المرمى سيمون، ده بيلعب في القطن الكاميروني. الاثنين المساكين جيلاما وعمر جونزاليس. ميبازيو ده واحد من الباكات اليمين المميزه قوي عندهم، الباك اليمين مميز بالانطلاقات والعرضيات. رافائيل انابا بيلعب في ليون الفرنسي، ده الباك ليفت. الثلاثة اللي في النص صامويل أوم ويان بيرسي. يان بيرسي ده بيلعب في غرناطة الأسباني، وفيكتور إيكاني. إيريك الجناح اليمين بيلعب في عثمان لسبور التركي. الكيفن سوني وهو أهم لاعب في منتخب الكاميرون، رقم 10، بيلعب في أسبانيول بي الأسباني. واللي قدام طبعا يعتبر برضو من أهم اللعيبة، فرانك إيفينا مهاجم بايرن ميونخ. هداف، واحد من هدافين البطولة، مهاجم بايرن ميونخ، معار حاليا لنادي في الدرجه الثالثه في المانيا، وطبعا من هدافين البطوله. يعتبروا اخطر اثنين لعيبه رقم 7 فرانك ايفينا وكيفن سوني اللي هو الجناح الشمال رقم 10، والباك اليمين اوليفر ميبازيو اللي هو الجناح الظهير الايمن المميز جدا بالعرضيات. يمكن كابتن اسلام، النقطه الفيصليه في منتخب الكاميرون، اهم نقطه قبل المباراه في منتخب الكاميرون، الضربات الركنيه والضربات الثابته، الباترن بتاعهم او الاسلوب بتاعهم في الضربات الركنيه بيطبقوا ازاي. لو بصينا على الصوره هنلاقي ان هم دايما بيلعبوها عند دايره منطقه الجزاء. يمكن اللعيبه بتتحفظ طبعا قبل المباراه، مثلا بيبقوا واحد اهو واقف مع حارس المرمى بيعمل سكرينه من منتخب الكاميرون، واربعه حوالين الدايره. الكوره دايما بتتلعب عند اللي هي الدايره اللي بتتلعب عندها ضربه الجزاء دايما. فنبص كده هنلاقي ان الصوره اللي فوق اهي هتتلعب لسه عرضيه، هنلاقي ان في المدافع بيطلع عليهم، بيطلع في الصوره اللي تحت على دايره منطقه الجزاء. اذا منتخب مصر لازم يخلي باله من الضربات الركنيه والضربات الثابته. منتخب الكاميرون على فكره مسجل هدفين من ضربات ثابته في البطوله. الصوره اللي بعدها هنلاقي برده نفس الكلام اهو، ادي ضربه ثابته بتتلعب فين؟ بتتلعب عند الدايره اللي هي قوس اللي بيتلعب من عنده ضربه الجزاء. ده مهم جدا الضربات الثابته، واخطر حاجه في منتخب الكاميرون غير فرانك ايفينا غير كيفن سوني غير ميبازيو هي الضربات الثابته. سونج عقلية مدافع، واضح جدا ان هو بيحفز المدافعين ان هو يطلعوا بالضربات الثابته، تكتيك مميز جدا. لو بصينا برضو على الصوره اللي بعدها هنلاقي اهي دي الهدف اللي جابوه في مرمى مالي من ضربه ثابته، برضو اتلعبت على داي كلهم بره، اتلعبت جوه على الدايره بالظبط، التوجيه بيبقى على الدايره. وهنا بالتالي عندنا محمد عبد السلام النهارده بيبقى ليبرو، لازم يكون واخد تعليمات بالتغطيه في الحته دي تحديدا في الضربات الثابته والضربات الركنيه. لو بصينا برضو على الصوره اللي بعدها، ده هدفهم في المباراه الاولى من ضربه ثابته، فرانك ايفينا المعار من بايرن ميونخ، واحد من احسن اللاعبين اللي ظهروا بشكل قوي جدا في البطوله مع منتخب الكاميرون. لو بصينا على مقارنه سريعه ما بين ارقامه وارقام مصطفى محمد، هنبص نلاقي ان فرانك ايفينا طبعا بيلعب في نادي اللي هو في الدرجة الثالثة في ألمانيا، معار من بايرن ميونخ، ومصطفى محمد في نادي الزمالك. يمكن فرانك ايفينا مسجل هدفين، واحد بالقدم اليمنى وواحدة بالقدم اليسرى، مفيش ولا هدف بالراس، قيمته التسويقية 800,000 يورو. مصطفى محمد مسجل هدفين الاثنين بالراس، قيمته التسويقية 600,000 يورو. نبص برضو على كيفن سوني، زي ما قلنا الجناح الشمال بتاعهم واحد من أهم اللعيبة بيلعب في اسبانيول، وعندنا طبعا رمضان صبحي أهم لاعب وواحد من أهم اللعيبة في البطولة. رمضان صبحي قيمته التسويقيه 5 مليون يورو، كيفن سوني 300,000 يورو، بيلعب في اسبانيول بي الاسباني. الاثنين طبعا لعبوا مباراتين، رمضان بيتفوق من كل حاجه، من احراز الاهداف، من صناعه الاهداف، من المراوغات الناجحه، من صناعه الفرص. دي يمكن مقارنات سريعه. يبقى زي ما قلنا منتخب الكاميرون لازم نخلي بالنا النهارده من الجبهه اليمنى، ميبازيو اللي هو الجناح الظهير الايمن مميز جدا، الحاجه الثانيه عندهم كيفن سوني الجناح الايسر مميز جدا، والمهاجم الخطير فرانك ايفينا. نقلل جدا من لعب الضربات الثابته والفاولات اللي ملهاش لازمه حوالين منطقه الجزاء، لان هم واحد من اهم اسلحه منتخب الكاميرون في البطوله هي الضربات الثابته والضربات الركنيه. وزي ما قلنا بتتلعب فين؟ بتتلعب عند القوس بتاع منطقه الجزاء، الدايره اللي هي بتاعه ضربه الجزاء. أيوه. دي تحديدا ابرز نقاط الحاجات يعني المميزه جدا. الكرات الثابته يجب ان المنتخب الوطني الاولمبي ياخد باله من الكرات الثابته، طبعا دي اهم حاجه. بعد كده لو لعبنا بالشكل اللي لعبنا فيه الشوط الثاني اعتقد هتبقى الامور ان شاء الله نتفوق يعني باذن الله. طيب نقفل صفحه منتخبنا الوطني الاولمبي ونروح